أبو فلة لديه 33 مليون مشترك على اليوتيوب. مؤخرا قام بنشر فيديو لدعم فلسطين، لكن تم حذف الفيديو من قبل شركة يوتيوب. قبل أن أكمل، أرجوك اشترك في القناة، ف 99% من الذين يشاهدون فيديوهاتي غير مشتركين أبدا في القناة. لكن ما أريد إيصاله من هذا الفيديو، لماذا لا يقوم العرب بتصميم منصات منافسة للمنصات الأمريكية كما فعلت الصين؟ وبهذا الشكل يمكننا التعبير عن أرائنا بكل حرية وسلام. بعد المقابلة الشهيرة لبيريس مورغان وباسم يوسف، وبالمناسبة هي أكثر الحلقات مشاهدة في قناتي، أكثر من حلقة أندرو تايج ورونالدو، لكن الغريب أن بيريس مورغان يريد أن يقوم بمقابلة أخرى مع باسم يوسف. هل في اعتقادكم أن باسم يوسف سيقوم بهزيمة بيريس مورغان مرة أخرى، أم العكس هو الذي سيحدث؟ إثر الهجوم على فلسطين، تم استشهاد عائلة محمود الحسنات المعروف في شبكة الإنترنت والعالم. هناك من يقول أن صلاح لم يتضامن مع فلسطين، لكن الحقيقة هي أن صلاح تضامن لكن بطريقته الخاصة. فمحمد صلاح تبرع بقرابة مليون دولار لفلسطين، ولذلك ليساعدها للخروج من محنتها. والسلام.